أهلا من جديد. كل عام الناس على موعد مع سؤال يتعلق بجواز الاحتفال بيوم الحب أو عدم جوازه. جدل يشتعل سنويا بالتزامن مع طلب فتاوى بخصوصه لرجال الدين. الصفحة الرسمية للأزهر الشريف وجه إليها نفس السؤال، ورد مدير إدارة الأبحاث الشرعية الشيخ أحمد ممدوح عليه. نتابع الرد الذي أثار جدلا على الأقل بين رافضي الاحتفال. ورد إلينا سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيسبوك يسأل صاحبه فيه عن حكم الاحتفال بعيد الحب. الحقيقة لا مانع أبدا في الشرع الشريف إن الناس تتفق على أيام معينة يجعلوها خاصة ببعض المناسبات الاجتماعية، طالما أن هذه المناسبات لا تتعارض مع الشريعة ولا تتعارض مع الدين. عرضنا رأي الأزهر الشريف في الاحتفال بيوم الحب المعروف بفالنتاينز داي، والآن لنتعرف على آرائكم التي رصدناها عبر تصويت حلقة اليوم الذي نشرناها على حساب البرنامج في تويتر. سؤالنا ببساطة كان: ما رأيك في يوم الحب؟ النتائج جاءت كالتالي: 59% لا يعترفون أصلا بيوم الحب، 13% يعتبرونه يشجع على الرومانسية، أما 22% فيرون أنه أسلوب لتسويق المنتجات، واعتبر 6% أن يوم الحب محبط بالنسبة لهم. دائما لمعرفة تصويت الحلقة ومعرفة كل ما له علاقة بتفاعلكم ندعوكم لمتابعة حساب البرنامج على تويتر الظاهر الآن على الشاشة. طيب، بشكل عام اختلفت الآراء حول يوم الحب، ولكن الأرقام تؤكد أنه من أكثر المناسبات التي يحتفي بها الناس حول العالم بحسب معلومات نشرها موقع List 25 الإلكتروني. فنحو 1 مليار بطاقة ترسل بهذه المناسبة، ما يجعل هذه المناسبة ثاني أكبر مناسبة لتبادل بطاقات المعايدة. 50% من بطاقات المعايدة تشترى في الأيام 6 التي تسبق الفالنتاين. 73% من الذين يشترون الأزهار في هذه المناسبة رجال، مقابل 27% من النساء. وبمناسبة يوم الحب تباع في الولايات المتحدة وحدها شوكولات بنحو 1 مليار دولار. وللعزاب لا تحزنوا، يمكنكم الاحتفال بيوم العزاب بدلا من يوم الحب والذي تم اعتماده في نفس اليوم احتراما لمشاعركم، أو بإمكانكم إرسال باقات أزهار لأنفسكم كما تفعل 15% من النساء في الولايات المتحدة. هذول اللي يعني كده بينقهروا من زملائهم فيبعثوا لنفسهم. على العموم للحيوانات الأليفة أيضا نصيب في يوم الحب، ف3% من مالكيها يقدمون لها هدايا. هذا ولا تزال رائعة شكسبير الشهيرة روميو وجولييت ملهمة للعشاق، حيث تصل إلى مدينة فيرونا الإيطالية مسرح قصة حبهما 1000 رسالة في يوم الحب أو 14 فبراير. ومع دراسة قد تناسب الناس الذين لا يعترفون بيوم الحب، هذه الدراسة حذرت المقبلين على الزواج من اختيار 14 فبراير أي يوم الحب يوما لزواجهم. فالدراسة التي أجرتها جامعة ملبورن الأسترالية كشفت أن 37% من الذين يتزوجون في يوم الحب هم الأكثر عرضة للانفصال مقارنة بالمتزوجين في أيام أخرى. البحوث التي أجريت على أكثر من 1,100,000 حفلة زفاف في هولندا كشفت أن 6% من الزيجات في عيد الحب فشلت في غضون 3 سنوات. مختصون برروا سبب الطلاق بأن الزواج في تاريخ يوافق إحدى المناسبات قد يكون ناتجا عن قرار من دون تفكير. نبقى في أجواء الرومانسية ومع عرض زواج تقدمت به فتاة تونسية لصديقها، حيث ظهرت الفتاة راكعة أمام صديقها وبيدها علبة مخملية قبل أن يمنحها إشارة الموافقة بالزواج منها. الجدل وبعض الاستياء الذي حظي به الفيديو كان بسبب أن الفتاة تخلت عن دورها وقامت بدور الرجل بحسب المعترضين على الفيديو. نتابع. Thank you.